نفسي البلد ترجع، مصر ترجع لنا تاني. وانا كان ليا بريفرنس اني اخترت الانسان اللي انا حاسس فعلا انه للمرحله القادمه وانه هيجيب لبلادي خير كتير جدا. عايز اقول للشعب المصري احنا سافرنا من بنسلفانيا لغايه واشنطن 3 ساعات واكتر عشان ننتخب، فارجوهم يعني مفيش حد يقعد في البيت، كل واحد ينزل ولازم لازم يصوت عشان خاطر مصر بلدنا. الحقيقة كانت الانتخابات صارت بشكل سلس جدا، رغم ان في اعداد كبيرة جدا اكتر بكتير جدا من الاعداد في اخر استفتاء، لكن الروح اللي كانت سائدة كانت روح جميلة جدا. كان في يعني من كافة طوائف المواطنين، كان في عدد كبير من كبار السن، كان في بعض الناس مرضى لكن أصروا أنهم يجوا. وأشاد الناخبون بتنظيم سير العملية الانتخابية وسرعة الإجراءات اللوجستية التي اتخذتها السفارة، وقالوا إنهم يتطلعون لتولي رئيس قوي وحازم يقود البلاد إلى الأفضل، داعين الرئيس المقبل إلى استعادة هيبة الدولة واحترام القانون، مدركين أن هذه المهام لن تتحقق بين ليلة وضحاها. هذه الأجواء الحماسية وهذه الصفوف الطويلة التي انتظر فيها المصريون لساعات يصوتوا هي دليل واضح على الإقبال المتزايد على التصويت في الولايات المتحدة، ويأمل هؤلاء المصريون في بلاد الاغتراب أن يستطيع المصريون في الداخل تجاوز التحديات التي تواجه مصر. جوزيف قولي، قناة النيل، واشنطن. ونتواصل مع حضراتكم مشاهدين في متابعة الانتخابات الرئاسية في العواصم العالمية، ومن العاصمة الألمانية برلين، وعبر سكايب ينضم إلينا السفير محمد حجازي سفير مصر في ألمانيا. سيادة السفير تحياتي، كيف تتابع عملية التصويت في رابع أيام التصويت؟ أهلا يا أستاذ فوزي. وعملية التصويت في يومها الرابع بنفس حماس اليوم الأول، يمكن زي ما ذكر زميل السفير محمد توفيق من واشنطن، تجاوزنا في اليوم الأول من هذا الاستحقاق الانتخابي 4 أيام التي كان خلالها التصويت في يناير الماضي على استفتاء الدستور. فالحقيقة في إقبال، في اهتمام. اللجنة العليا للانتخابات مشكورة وفرت لنا 3 لجان انتخابية بعدما كنا فقط في لجنة برلين، لدي لجنة فرانكفورت في القنصل العام مشرف عليها عمرو معوض، وفي هامبورغ السيد القنصل العام أيضا أحمد عزة مشرف، السيد السفير أحمد عزة مشرف على قنصلية هامبورغ، وفي نفس الوقت 3 لجان بيستوعبوا إقبال وكثافة التواجد المصري في كافة المدن الألمانية. طبعا الزملاء تحدثوا كثيرا عن التسهيلات التقنية والتابلت والتصويت على قاعدة بيانات الناخبين، كل دي عوامل فنية ساعدت، ولكن الأهم وسبب المشاركة أظن كان في إدراك من المصريين في الخارج بأهمية هذه المرحلة، وكذلك يعني على أهمية حقهم التصويت وما يمديه من مسؤولية. سيادة السفير، لعلك تتفق معي أن الفترة الأخيرة في التاريخ المصري غنية، سواء بالاستفتاء على الدستور أو في الانتخابات على مدار عامين، كان هناك الكثير من الانتخابات سواء كانت برلمانية أو رئاسية أو استفتاء على الدستور أو تعديل الدستور أو غيره. في تقديرك أنت، إضافة إلى الإجراءات الشكلية التي قدمتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، هل في تقديرك كافة هذه العوامل جعلت إرادة المصريين أكثر إدراكا لخطورة هذه المرحلة، ومن ثم التوجه إلى صناديق الاقتراع؟ أظن أستاذ فوزي حضرتك لخص فعلا السبب الرئيسي، وهو أن هناك شعور بأهمية هذه المرحلة من تاريخ مصر، وأن الوطن فعلا في حاجة لصوت أبنائه سواء في الداخل أو في الخارج، وأن عندما ينادي الوطن يلبي المواطن أيا كان موقعه على الخريطة، وبالتالي أبناء مصر في ألمانيا وفي أوروبا وفي العالم أجمع وكما تابعنا على الشاشات يعني الحقيقة حريصون على الإدلاء بأصواتهم تحملا لمسؤولية الصوت، وده حق الدستوري اكتسبه المصريين في الخارج، وأيضا إدراكهم زي ما حضرتك تفضلت بخطورة المرحلة وأهمية إدراك إنهاء مرحلة الانتقال إلى مرحلة التأسيس. أستاذ فوزي، ما لم تبني مؤسساتها لا تحقق أهدافها، وقد حققنا الهدف الأول وهو البناء الدستوري، والهدف الثاني إن شاء الله قيام مؤسسة رئاسة فاعلة منتمية إلى الشعب وصاحبة أهداف ورؤية ثاقبة، وإن شاء الله الانتخابات البرلمانية وتكمل ثورتنا بإذن الله استحقاقاتها ومؤسساتها.
أشكرك جدا السيد السفير محمد حجازي سفير مصر في ألمانيا، شكرا جزيلا. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من نيويورك سيادة السفير أحمد فاروق قنصل عام مصر بنيويورك. سيادة السفير بعد التحية، يعني هل من جديد بشأن تصويت المصريين بنيويورك، حجم الإقبال والمشاركة أيضا؟ شكرا. هو احنا النهارده اليوم الرابع، بدأنا اليوم الرابع من حوالي 4 ساعات. العدد يقترب من 8000 النهاردة، والطابور لا ينقطع منذ ساعات الصباح قبل حتى ما نفتح اللجنة، لأن النهاردة كما توقعنا هو عطلة نهاية الأسبوع، والناس جاية في جماعات كبيرة حتى بالأطفال وبالجيران وكده، لمين نفسهم وجايين في مظاهر احتفالية الحقيقة أمام قرر القنصلية. نعم، هل رصدت يعني ردود أفعال بعينها، آراء أو وجهات نظر بعض المصريين في نيويورك، تقييمهم للعملية الانتخابية بشكل عام؟ لا، هو حقيقة هو الشعور العام هو الحماس الشديد، وفي شعور من البهجة بين، يعني أستطيع أن نرى حتى في عيون المصريين اللي جايين ينتخبوا، ولم يحدث حتى هذه اللحظة، بقالنا بقى رابع يوم يعني بينتصف النهاردة بتوقيت نيويورك، لم يحدث ما يعكر صفو العملية الانتخابية. احنا النهاردة الصبح بعتنا اشترينا صناديق اختراع بلاستيكية شفافة جديدة، لان مخزون الصناديق عندنا نفذ من كتر ما الاقبال يعني. فالنهاردة بعتنا اشترينا دفعة جديدة. اشكرك جزيل الشكر من نيويورك سيادة السفير احمد فاروق قنصل عام مصر بنيويورك، شكرا جزيلا لك. نتواصل مع حضراتكم مشاهدينا، ولكن هذه المرة من الجزائر، ومن هناك انضم إلينا السفير عز الدين فهمي سفير مصر بالجزائر. سيادة السفير تحياتي أولا، كيف تتابعون عملية التصويت في رابع أيام التصويت للانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج؟ أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أشكر. الحمد لله اليوم الرابع ما بيمر على خير، والإقبال ما زال مستمر. يعني معظم الإخوان المصريين قدموا، أو إخواننا المصريين قدموا صوتهم لله بصوتهم في الأيام الثلاثة الماضية، وليواصلون هذا الواجب الدستوري والواجب الشعبي. الأعداد قلت شوية، لكن الإقبال كبير، ما زال لسه على مدار اليوم بتواجد المصريين. طبعا عندنا اليوم النهارده الأحد يوم عمل، لأن أجازة جزائر نهاية الأسبوع جمعة وسبت، كان في إقبال كبير قوي جمعة وسبت، اليوم يوم عمل. نتوقع إن شاء الله إن برضه مع استمرار ساعات التصويت بعض المواطنين والعاملين بعد انتهائهم من عملهم يتقدموا للسفارة للإدلاء بواجبهم الدستوري إن شاء الله. سيادة السفير، بعد انتهاء الوقت المحدد لعملية التصويت تبدأ بعدها على الفور عملية فاز الأصوات داخل مقر السفارة؟ إن شاء الله فعلا، بكرة إن شاء الله بعد انتهاء آخر يوم للعمل عملية التصويت تقوم اللجنة نفسها بالفرز وجمع الأصوات وساعات عدد المحاضر حتى يتسنى وفاة اللجنة العليا للانتخابات عن طريق وزارة الخارجية بها في أول حصيلة، وبقى البيانات نفسها برقية إلى الوزارة الخارجية إن شاء الله في نفس اليوم. أشكرك جدا السيد السفير عز الدين فهمي سفير مصر بالجزائر، شكرا جزيلا. أعلنت وزارة الخارجية أن عدد الناخبين في الاقتراع الرئاسي بالخارج خلال 4 أيام من التصويت بلغ حتى الآن أكثر من 270 ألف صوت. دول الخليج وبشكل خاص المملكة العربية السعودية جاءت في مقدمة الدول التي شهدت إقبالا من المصريين للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات. المزيد من التفاصيل حول معدلات تصويت المصريين في الخارج مع الزميل أحمد فؤاد. مع تزايد عدد الناخبين على عمليات التصويت في انتخابات الرئاسة بالخارج، قررت اللجنة العليا للانتخابات مد فترة التصويت ليوم واحد، وجاءت دول الخليج في مقدمة الدول التي تزايد بها عدد الناخبين مع اقتراب انتهاء التصويت في اليوم الرابع ليصل إلى 270 ألف صوت. المملكة العربية السعودية جاءت في صدارة عدد الناخبين بإجمالي أصوات بلغت 63 ألف صوت، مع كثافة الإقبال بالرياض وجدة. دولة
الكويت تزايدت فيه أعداد المصوتين لتصل إلى 46 ألف صوت، وفي دولة الإمارات تجاوز عدد الناخبين 30 ألف صوت مع تزايد إقبال الناخبين في أبوظبي ودبي. في الأردن بلغ عدد الناخبين في العاصمة عمان ومدينة العقبة 10 آلاف صوت، أما في الولايات المتحدة فقد شهدت إقبالا من المصريين المقيمين هناك سواء في واشنطن أو نيويورك ليصل عدد الناخبين هناك نحو 10 آلاف صوت. وفي إيطاليا توزع إقبال الناخبين على مدينتي روما وميلانو ليصل إلى 6 آلاف صوت. في فرنسا شهدت مدن باريس ومارسيليا إقبالا من المصريين المقيمين هناك أكثر من أي استحقاقات انتخابية سابقة ليصل العدد إلى أكثر من 3 آلاف صوت. أما في لبنان فبلغ عدد الناخبين مع انتهاء اليوم الثالث نحو 2000 صوت. وفي تركيا كانت المفاجأة حيث أقبل المصريون بكثافة على عملية التصويت عن نظيرتها في عام 2012 لتتجاوز نسبة المشاركة 60%. أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي أنها قامت بإزالة كافة العقبات أمام بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة بمتابعة سير العملية الانتخابية المصرية يومي 26 و27 من مايو الجاري. وقالت اللجنة في بيان لها أن لقاء عقد مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي فور وصولي إلى القاهرة لبحث إجراءات المتابعة وما يمكن أن تقوم به أجهزة الدولة لتيسير هذه الإجراءات، أن الطرفين اتفقا على ضرورة الحرص على استمرار بعثة المتابعة في عملها. أصدرت لجنة متابعات ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية للانتخابات الرئاسية لعام 2014 تقريرها الثاني عن الفترة من 3 مايو حتى 17 مايو 2014. تضمن التقرير رصد وتحليل المواد الإذاعية والتلفزيونية على القنوات الرسمية والخاصة، حيث أظهرت البيانات الإحصائية الخاصة باتحاد الإذاعة والتلفزيون أن إجمالي التغطية الإعلامية للانتخابات على محطات وقنوات اتحاد الإذاعة والتلفزيون بلغت ما يقرب من 265